كأن القرآن يرى أن جميع الناس متساوين في العبودية، بمعنى أنه ما في امتياز شخصي للفرد. حينما يقول القرآن الكريم: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، هذا شغل، فما في امتياز للرجل على المرأة، لأن هذا مو باختياره، الله خلق. فما دام أن الله خلق الرجل رجلا والمرأة امرأة، فلا امتياز لأحدهما على الثاني. تمام. مرة أنا ذكرت هذا، أحدهم قال أن الإمام علي يقول أنه تشكر النبي، سأل الإمام علي سلام الله عليه أنه شنو النعم اللي عليك، قال: أن جعلني ذكرا. فقال: هذا يعني امتياز؟ قلت: لا، الرجل يشكر الله لأن الله خلقه رجلا، والمرأة تشكر الله لأن الله خلقها أنثى. أنا بهاي الصفة اللي الله اعطاني أشكر عليها، مو معنى امتياز. جعلناكم شعوبا وقبائل، ربنا هو الذي جعلنا شعوب وقبائل، ثم يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن لا الذكورة امتياز، ولا أننا من شعب معين من قومية معينة امتياز. لا تميز لشعب على شعب. الامتياز إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم أكثركم التزاما بالقيم والمثل والخوف من الله في عباده، وعدم الاعتداء على عباد الله. التعامل مع الآخر هو التعامل مع عباد الله. يعني مثلا أقول في رواية أنه يوم القيامة رب العالمين يعاتب بعض عباده: مرضت فلم تعدني، واحتجت فلم تعطني، ومرضت، ومجموعة أمور رب العالمين. يقول: كيف يا رب وأنت رب العزة والجلال؟ يقول: مرض عبدي. ماذا يقول عبدي المؤمن؟ عبدي رجل صار مريض. كان في عهد رسول الله أحد المشركين يرمي بالقمامة على رأس رسول الله كل يوم. مرة غاب فسأل عنه النبي فقالوا: مريض. فعاده في البيت، عاده في البيت مع أنه يرمي القمامة على رأسه، كأنه يقول: متى تصحو حتى ترمي القمامة على رأسه؟ كإنسان أنا لازم أحترمه، كمشرك لازم أحترمه، حتى كمشرك أحترم إنسانيته. يعني حينما يرى الإمام علي سلام الله عليه في الكوفة، وهي عاصمة فيها 4 ملايين نسمة حسب المؤرخين، يرى شخصا واحدا يستعطي الناس، لا يقول: من هذا؟ يقول: ما هذا؟ قالوا: مسيحي نصراني. قال: استعملتموه حتى إذا كبر وشاخ تركتموه يتكفف الناس، ثم عين له راتبا من بيت مال المسلمين، أعطاه راتب تقاعدي مع أنه مسيحي. يعني في مفاهيمنا هذا مشرك. ومن ثم ليس هنالك بيننا وبينه مشترك ديني، لكن في مشترك إنساني.